السلام عليكم ورحمة الله الفلاون، مرحبا بكم. نبدأ اللايف تاع اليوم 18 سبتمبر 2022 بخبر جديد، حدث نعتبروه جاء على لسان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، ألا هو السيد نور الدين الطوبي الطبوبي. السيد هذا قال بلي زوجة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تونسية الأصل والجنسية. يعني هذا كلام خطير إذا ما اعتمدنا على ما جاء في المادة 87 من الدستور الجزائري اللي يقول أنه يجب على المترشح لمنصب رئيس الجمهورية أن يثبت أن زوجه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط. سؤال، هل فعلا زوجة تبون لها جنسية تونسية كما جاء على لسان السي الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل؟ هذا إذا صدق فيعين تبون أنه عافس في الدستور وفات الكذب للهيه، وإلى حد الآن الموضوع لم يطرح، ولكن اليوم زادت خرجت بعد هذا التصريح تاع النقابي التونسي، جاء في موقع الجزائر.com خبر آخر يتكلم عن زوجة دائما عبد المجيد تبون، ويقول إنها متورطة في قضايا فساد، قضايا تهريب أموال وتهريب الذهب. ويزيد هنا يقول باللي من ضمن الأماكن الدول اللي تستثمر فيها الأموال المسروقة هي تونس، ويسميها البعض أنها طرابلسية الجزائرية، يعني نسبة لطرابلسي العائلة طرابلسي، ليلة طرابلسي، ليلة طرابلسي الجزائرية ولات. لأنه في مقال قديم يعني هذايا نجد أنه زوجة تبون متورطة في قضية كانت نظرت فيها محكمة البويرة، وفي هذه المحكمة البويرة في 18 جوان 2020 كانت محاكمة تاع قضية تاع تهريب 60 مليار سنتيم من أحد وكالات القرض الشعبي الجزائري في ولاية البويرة. وفي ذاك اليوم في 18 جوان 2022 تم تأجيل النظر في القضية، ولأنه في ذاك اليوم بعض الناس اللي متابعين في هذا المحاكمة رفضوا أنهم يحاكموا عن طريق الفيديو كونفرنس، يعني عن بعد بسبب وباء كورونا. وعلاش رفضوا؟ رفضوا لأنهم يقولوا أنه عندهم أدلة تثبت تورط زوجة عبد المجيد تبون في هذه القضية، لأنهم كثير فيهم الناس اللي كانوا متابعين في القضية هذه يقولوا أنه الأموال اللي خرجوها كانوا يسلموها لزوجة عبد المجيد تبون. هذا
كلام ننقل فيه، مانيش يعني انا متاكد منه ولا نقول بلي انا راني بحثت وجبت، وانما هذا كلام تجدوه في موقع الجزائر.com، وقضيه وتصريح الامين العام لاتحاد عمال التونسيين راهو موجود تجدوه في على الانترنت، وهذا جديد، هذا حدث البارح. وعودت الى قضيه البويره، المتهمين يقولوا باللي كانوا ياخذوا دراهم ويمدوهم لزوج التبون اللي شرات مطاعم وفنادق في تونس، وكانت كذلك تشري في مدينة أليكونت في إسبانيا، في إسبانيا. ويذكرون بأن زوجة تبون هذا في 2020 يقول أنها من أصول تونسية من مدينة الكاف، يعني شوف مين من بعد تعاود ترجع قضية جنسية زوجة تبون أنها من الكاف، وأنها معروفة في أوساط رجال المال والأعمال في تونس اللي يسموها ليلة طرابلسي تاع الجزائر. كذلك يذكروا باللي زوجة تبون متورطة في قضايا تاع تهريب أموال وذهب نحو الإمارات العربية المتحدة. لما نعمل تقارب موضوع صدر في 2020 جوان 2020 وتصريح تاع الأمين العام لاتحاد العمال التونسيين صدر اليوم، يعني كاين شيء نوع من الدليل، هذا دليل. أما فيما يخص قضية استمليار وتهريب الأموال وتهريب الذهب، هذا ما يفاجأناش، لأنه الملف اللي كان عند القايد صالح على تبون فيه هذه القضايا، والملف هذا كان عند لاديدون اللي كان هرب لتركيا، وتم تسليمه بطلب شخصي من تبون، بطلب شخصي من تبون. تبون طلب من أردوغان أنه يسلموا له المساعد اللي كان الكاتب تاع القايد صالح، وكان عنده الملف هذا تاع قضايا الفساد تاع تبون معروفة. تبون عنده ديزافير في فرنسا، في إسبانيا، في الإمارات وفي الترك. ولاده راهم يديروا نفس الشيء، هما اللي راهم اليوم يسيروا في الأمور تاع تبون. تبون يعرف مليح باللي لو ما كانش في المرادية راهو اليوم في الحراش، ولا في القريعة، ولا في العبادلة، في أحد السجون الجزائرية. يعني تبون يعتبر من الناس الأكثر وسخا، أكثر واحد موسخ ومورط في قضايا الفساد ما كانش كما عندنا جد تبون. على هذا القايد صالح اختاره كرئيس وفرضه على إرادة الشعب. نحبس هنا في انتظار شيء جديد يجي عن هذه القضايا تاع ماجد تبون.